لينا مرحبا بكم في برنامج صريح جدا لياتيكم اليوم من ولاية خنشلة. موضوعنا النهار اليوم كيف تؤثر الشائعات على نفسية الإنسان. حابين تعرفوا الإجابات تابعوا معنا. كيدير عليك واحد إشاعة كيفاش يكون التصرف تاعك معه؟ أولا الإشاعات نص الشعب الجزائري كامل هو يديو الإشاعات الناس كل الشعب الجزائري كامل بصفة عامة يديو يسمعوا حكايات على أرواحهم ما كانش منها. وبركة صافي الإنسان اللي يدير شائعة على إنسان راهو يكون إنسان كما نقولوا إحنا إنسان ماهوش واصل الإنسان هذاك ولا باغض عليه ولا حاسد عليه ولا ليسونسيال. بركة كما نقولوا إحنا الإشاعات هذو راهم يوصلوا الإنسان ديبريسيون ويخليه يوصلوا لحوايج ماهمش ملاح يدخل في متاهات مع روحه. انصرت لي مع لافامي تسمى قال لي ولد فلان ويديره 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 تسمى نوكل عليهم ربي انا بان نوكل عليهم. ظاهره غير اخلاقيه وتضرب الناس بزاف وتوصل لمشاكل بزاف قادر يوصل لمشاكل كبار مثلا مرام تزوجة ولا الطلاق ولا تكون فتنه ما بين عائله ولا تكون وحده تقدر تخسر خدمتها قرايتها تقدر تخسر مستقبلها على جال اشاعه. كان شغل عايش بقدر ياك معايا شغل هو يجي واحد يهضر فيها هضره مش مليحه شغل تسمى على حساب الهضره هذه اذا تسمى الهضره هذه راح تضرني بزاف نضره هذا هو صاحبي من الاخر. كيفاش تتصرف مع واحد دار عليك اشاعه؟ واش راح دير معاه؟ ما عندك ما راح دير معاه درك هو دار حاجه انت ماكش راح تزيد تروح له قال انت درت حاجه مانيش انا راح نجي نقول كيفاه درت ودرت ودرت ومنا والاخر. هي اشاعات من ناحيه كاين بزاف من ناحيه كاين من ناحيه هيك وكاينه من ناحيه هيك. هي من ناحية الدينية ما تجيش أول حاجة ومن ناحية أخرى عادي أنت كشغل واحد يهضر فيك ولا يدير فيك إشاعة راح يضرك مش راح يضرك كاين ولا يضرك من ناحية نتاع المجتمع صح بصح من ناحية نتاع الصحة والآخر مش راح يضرك خلاص. أنت ما تأثرش ما تأثرش عليا ما عنديش حاجة معاه أنا. كيفاش وكيفاش يكون تكون لا رياكسيون تاعك؟ أنا رد فعل من واحد قريب ولا من واحد بعيد؟ أي كان واحد قريب أنا من واحد قريب ممكن نروح نهضر معاه منا قال هذه ما كانش لقطة هكا من واحد بعيد ما تنجمش دير معاه حتى حاجة. ما نضربش ما هو كل وربي فقط نقول كما يقول واحد وكيك الله لا أكثر لا أقل باسكو خطاكش كي تقابض معاه تولي دير له قيمة راك فاهمني دير له قيمة فوق ما هو ما يستاهلها فاهمني اللي فيك كي تهضر في الناس صايب قادر تصرى أي فكرة قادر تصرى أي فكرة وكل عليها ربي وخليه. ها لازم تحكم الوقت ما يرحمش قادر في اي لحظه تقتل في اي لحظه ما نعرف واش يكون. توكل على ربي ونخليه انا ما عندي ما راح ندير له خليه واش عندي له ممكن تترك حاجه ممكن تقيسه. احنا رجال نجمو ديفونديو على روحنا بصح ما يجموش ديفونديو على روحهم كيما انا نهضر في طفله ما تنجمش ديفوند بصح نهضر فيها تنجم ديفوندي معك فهمني. بنات بزاف اللي راهم تما ضاعت حياتهم وضاع مستقبلهم في جرة الاشاعات وانا شايفها طفلة ما فيها ما عليها يهضروا فيها بزاف شايفني فزدك تما كل ما تزيد لك مستقبلك. لا بلا كيطر في الحوايج يهضر في الناس و معمره او كون جيت ما يكونش الميكرو نهضر لك اي مخك يطردك والله يدخلوا حتى للديار تاع الناس والله يضرب السر تاع الناس يضرب معمره انتشرت الهضره هذه بكري كانت ما كانش هذوك ولات كاينه هاي بلاكي وفرت الهضره فرت وما كان والو ويعيد لك يضرب حتى بيزارو ويقول لك ما تخلط النخولة ما ينقب الدجاج شت كي تحكم قدرك وتعيش بقدرك وتكون بيع اي ما توصلك حتى هضره فهمت اسمح لي شت كي تكون انت ما توصل شت كي تكون انت بيع وما ديرش تما لعيب مع العباد وعايش بقدرك حاجه ما توصلك يا صاحبي بصح اذا درت لقطه راح توصلك فهمت والمجتمع وهذا هو وهذا يهضر في هذا ربي يهديهم كنت الناس اللي يهضروا في العباد ربي يهديهم ربي ما حبش الا واحد يهضر في واحد ماهوش مليح الانسان يعرف واش يهضر على خاطر يتحاسب على الكلمات تاعو هذا يوم القيامة يتحاسب على هذيك الكلمة هذيك وتتكتب عليه إذا مليحة تكتب عليه وإذا خيبة تكتب عليه عند يوم القيامة كان ملائكة تكتب إنسان يلزم يعرف واش يتكلم ماهوش يبدا يلوح بركة الكلمة أنا بلا بلا قانون. كي واحد يدير عليك إشاعة كيفاش راح يكون التصرف تاعك معاه؟ إذا كان هذا الشخص اللي دار عليا إشاعة كصديق نروح نهضر معاه ساعة وإذا ما هوش كصديق نروح نتاخذ الإجراءات اللازمة نروح للدولة نهضر معها قال فوالا كاين سيدة واش هضر عليا واش هضر عليا واش هضر عليا لأنه المساس بالسمعة تاع الإنسان
ما عيب شويه، لانه الانسان ملي زاد ويحافظ على السمعه نتاعو والديه يوصيوه باللي يكون راجل ويكون كذا ويكون كذا، ما تصرحش يجي اي انسان يفسد لك السمعه نتاعك. وشوف الظاهره هذه الظاهره هذه مش غير انتشرت بزاف، راهي ماشيه ياسر خلاص، سيرتو بين الاقارب، خلينا تسمع من 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 الناس اللي ما يعرفوكش، تلقى الاقارب اللي يطيشوا الاشاعه هذه ياسر خلاص. الناس بكري قالوا تعرف توصل الخبر، قالوا نعرف نزيد عليها. هذه هي اللي راهي صاريه درك، مثلا انت تروح تشري طوموبيل يقول لك او سرقها او جاب دراهم الحرام، على بالهمش بلي انت راك تعبت وكتحت ودرت 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 باش جبت الطوموبيل هذه. وكل عليه ربي، واش دار لك وكل عليه ربي وخليها لربي. صرا له كي هذاك اللي قال له جا يخطب، قال له عندي طفله رباح اخويا نمدها لك، هو ما يولدش خلاص، اداه لدار ومن بعد قال له فيها سقس الجيران، قال له فيها يوم عندوش طفله خلاص، مالك ما رجعها، قال له اخويا واش تدي الطفله، قال له ما نديهاش انا، قالوا ما نديهاش، قالوا له علاه؟ قالوا لي ماهيش مليحه بنتك، عيط العزوز تاعو، قال طيبين لنا قهوه، طيبت لهم قهوه، قالوا اني غير انا والعزوز باش منه هكذا ما تديرش ثقه في العرب. والسلام عليكم. ما تشوف اللي الظاهره هذه انتشرت؟ ما تمن حتى واحد، واحدكم ما تخلطوش وما تعرفوش، ما تقدرش تهضر فيه ولا تعجنه، عندك غير ذنوب، ما ترايش البشر تهضر. قف في المستانات ما تجيش، عند ربي بعد تجي حرام. هكاك شغل الواحد يبدا من داره بعد. انت اخويا مثال ترضى واحد يهضر على داركم هكا، اخي واحد ما يرضى، هذه هي كي ما ترضاش لداركم ما ترضاش لغيرك. راني راه نضار مع ما والو، باسكو كل واحد يعرف روحه كيما هكذا، كل واحد الواقع اللي راهو عايش فيه باين بلي ولد فاميلا، باين الحوايج هذو كاينين، الفئات هذو كاينين باينين هكا في الوقت الحالي هذا. ربي يجيب الخير في راد في زمن الفتن هذا، وسورتو لي ريزو سوسيوك لازم العبد ما يتبعهمش بزاف، هذا ما كان يحكم في طريق ربي، يمشي مع العباد النظاف، ماذا بيه ديما ينهي الخير، ديما ينصح الناس، ينصح العباد كيما هكذا، وهذه هي. نورمالمون الناس ما تهدرش في الناس، واحد يروح يخدم على روحه، وين الصباح يروح يخدم على روحه، يا سيدي يلقى صاحبه مثلها يمشي معاه بالنية، عاونوا بعضاهم مهما يعني ما كانت الظروف، وإن شاء الله ربي يجعل الخير إن شاء الله في هذه البلاد هذه. هذه انتشرت بزاف الوقت. لا يعني انا في روحي يعني ما شفتش يعني ما نتبعش يعني الامورات بلي واحد يهضر في واحد ولا كذا، ولكن احنا ماذا فينا واحد ما يهضر في واحد، لازم تكون الحاله مليحه. كي يسمع انسان بار اكزومبل شائعه على روحه كابابل يدخل في متاهات ماهمش ملاح، ايه درك ننصحوا هاد الناس اللي يطلقوا اشاعات على الناس، ايه الناس تعيش لارواحها ما تعيش حياه الناس، كل واحد يعيش حياته في الامان. كل نهار نشوفوا فيها، كل نهار تزيد اكثر، كل نهار هذا دار هما ما كان والو، ما داروا والو. خويا انا المهم من جهتي انا كان اللي قاسوني صح وكلت عليهم ربي، ما نجمش هضروا واتهموني وسرقوني ودار، بصح انا وكيلهم ربي، كانوا حتى اللي لاحوا لي هضره قال لك باللي انت وديت ودرت ودرت، بصح انا كان ربي حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. يا ربي يهديهم، والشائعه هذه على بالك قتلت ناس ودارت ناس، خربت بيوت، هلكت ناس ياسر خلاص، عائلات شتتهم، عائلة واحدة تلقى خاوة شائعة صغيرة تشتت العائلة كاملة على بعضها، عائلة كاملة تشت، هي شائعة ما كان منها والو، تشت العائلة ما كانش خلاص، تلقى واحد شائعة العائلة تشت. بكري ناقصة بكري كاين الرحمة، كبدي الناس ترحم بعضها والناس تزور بعضها والقلب ملاح على بعضهم، رغم الفقر ورغم الاستعمار ورغم كذا، الناس تعاون بعضها والناس تنصح بعضها، والناس كي يشوفوا واحد مثلا كبير يجري ويعاونوه في اي امور. بس حضرتك تبدي في هذا الوقت هذا كاين الناس تهدر بالناس، ربي يهديهم يطلبوا الهدايه من العباد ان شاء الله.